ربكم تنبت الأرض أشجارها. فإذا شفت شجرة نحن نمشي ونلاحظ الشجرة، ولكن المؤمن يجب أن يفكر كيف نبتت هذه الشجرة. هذه الشجرة نبتت بعناية ولي الله الأعظم، هي هذه الشجرة. وبكم تخرج الأرض ثمارها، هذه الثمرة التي نأخذها ونتناولها، المادي يلاحظ هذه الثمرة، الغافل يلاحظ هذه الثمرة ويأكلها، ولكن المؤمن الملتفت يرى أن هذه الثمرة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن واسطة هذا الفيض من هو؟ المهدي المنتظر. فإذا هذه الثمرة التي نأكلها، إحنا دا نأكل نعمة المهدي المنتظر. هذا الطعام الذي نأكله، هذا الطعام دا نأكله ببركة وجود المهدي المنتظر. هذا الماء الذي نشربه دا نشربه ببركة وجود المهدي المنتظر. جيد، واحد يأكل النعمة ولا يشكر المنعم أبدا، كأنه ماكو في الدنيا أفراد ماديين يأكلون الطعام ويشربون الماء ولا يشكرون الله تعالى، غافلون عن الله. هذا نوع. النوع الثاني يأكل الطعام ويشرب الماء ويتمتع بهذه النعم ولا يعرف دورا لولي الله الأعظم في هذه النعم، هذا نوع آخر أيضا. بكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث. وأكو عبارة في هذه الزيارة جدا قوية حقيقة، من أقوى العبارات، إرادة الرب، إرادة الله، إرادة الله لا تنفذ في الحياة بشكل مباشر. الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. واحد يقول يا الله أريد الدفء منك مباشرة في البرد، الله يقول أنا ما جعلت هذا الشيء، أنا لا أعطيك الدفء في الحالات الطبيعية، لا، اذهب إلى الشمس واستفد منها الدفء، أنا جعلت الدفء عن طريق الشمس، أنا ما أعطي بشكل مباشر. أبى الله عادة، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسباب. فهذه العبارة تقول إرادة الرب، الله تعالى عندما يريد شيئا في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذه الإرادة الإلهية لا تأتي إلينا نحن البشر بشكل مباشر، وإنما تهبط على بيت ولي الله الأعظم وتصدر من بيت ولي الله الأعظم وتصدر من بيوتكم، والصادر مما فصل من أحكام العباد. والقرآن الكريم أيضا يثبت ذلك، لأن القرآن الكريم يقول تنزلوا، متنزلة، تنزل فعل ماضي، تنزلوا، راجعوا علماء العربية، فعل مضارع، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إحنا نؤكد على أن هذه الإرادة إرادة الله تعالى بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة اللي هم وسائط الفيض الإلهي، ولكنهم حلقة في هذه الوسائط،
العوامل غير المنظورة، أكو هنالك حلقة أخرى وراءها وهو الإمام. فإذا واحد يستفيد من هذه النعم، يعيش عمر غارق في هذه النعم ولا يذكر المنعم، هذا ما يشكل نوع من كفران النعمة، كأنه لا وجود للإمام في حياته.